بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف شرح الوحدة الاولى من منهج الصف الثاني الاعدادي لعام 2022 ان شاء الله. هنبدأ بيونت 1 بعنوان coming home. هنشوف ان شاء الله من خلال الشرح الخاص بالمذكرة ديت شرح الدرس الاول والتاني. هنبدأ ان شاء الله باهم الكلمات الرئيسية في الوحدة. عندي كلمة daily اللي هي يومي، يعني حاجة بتحصل يوميا، اللي هي معناها every day. كلمة routine اللي هو الروتين اليومي. interview اللي هي مقابلة او حوار. website اللي هو موقع على الانترنت. skills اللي هي مهارات. activities اللي هي انشطة. hobbies اللي هي هوايات. interests اللي هي اهتمامات. free time اللي هو وقت الفراغ. breakfast طبعا اللي هي وجبة الفطار. نروح لأهم الكلمات الخاصة بالدرس الأول والتاني. عندي كلمة message اللي هي رسالة. article اللي هي مقال. lunch اللي هو وجبة الغداء. dinner اللي هي العشاء. meals اللي هي الوجبات. country اللي هي دولة أو بلد. لما نقول مثلا Egypt is a country. hospital اللي هي مستشفى. flat اللي هي الشقة. block هنا كاسم معناها عمارة سكنية، مجموعة من الشقق يعني. friends اللي هي أصدقاء. parents اللي هم الوالدين. person اللي هو شخص. people طبعا اللي هي الناس، ودايما اسم جمع. important اللي هي مهم. fun معناها متعة او شيء ممتع. chess اللي هي لعبة الشطرنج. holiday اللي هي اجازة. weekend اللي هي نهاية الاسبوع. sports اللي هي رياضة او العاب رياضية. music اللي هي موسيقى. sofa اللي هي الكنبة. bread اللي هي الخبز او العيش، وده اسم لا يعد. bakers جميل، كلمة baker اللي معناها خباز، انما طالما حاطين لها ابوستروفي اس يبقى هنا بتكلم على المكان، يبقى bakers معناها الفرن او المخبز. life اللي هي الحياة. come home يعود او يرجع للمنزل. right معناها حاجة صحيحة او بتشير الاتجاه اليمين. exercise اللي هو تمرين. school اللي هي مدرسة. favorite اللي هي مفضل. subject اللي هي مادة. way اللي هي طريقة. والاخيرة معنا كلمة sleep بتجيب معنى ينام كفعل. نروح بعد كده للريدنج اللي هو نص القراءة اللي موجود في الدرس الاول والتاني. اهمية نص القراءة دوت انه بيساعدنا ان احنا نفهم الموضوع، نفهم اهم الكلمات، وهنشوف بعض الحاجات المهمة اللي موجودة على النص دوت. بول about مريم يعني معلومات عن مريم. مريم بتقول I am مريم. my daily routine كلمة daily routine اللي هو الروتين اليومي. is the same يعني نفس الشيء. every school day يعني اللي بتعمله خلاص يوم المدرسة بيبقى شيء واحد كل يوم. I always get up at 6:30 تصحى دايما الساعة 6:30 in the morning في الصباح. my mom أمها always makes my breakfast هي اللي بتحضر لها الفطار. I go to school بتروح المدرسة by bus بالأتوبيس. with my friend دينا يبقى بتروح مع صاحبتها دينا. sometimes أحيانا we listen to music بنستمع إلى الموسيقى. my parents اللي هم الوالدين يعني أبوها وأمها work at the same hospital يعني شغالين في نفس المستشفى. they get home late بيرجعوا متأخر. so I often help to make dinner يعني هي بتساعد في عمل الدينر اللي هو العشاء. in the evening في المساء I do my homework بتقول بعمل الواجب بتاعي. read
وبتقرأ on the sofa على الكنبة. Watch TV and text my friends يعني بتتفرج على التلفزيون وكمان تكست. طبعا هنا هنعرف اللي هي بتيجي بمعنى يبعت او يرسل رسالة نصية. Then I go to bed. بعد كده بتروح ايه؟ تنام. نروح للتكست التاني بعنوان my best friend's family يعني أسرة أفضل صديق عندي. Hi everyone. Today's interview. خلنا interview في الكلمات اللي فوق معناها مقابلة شخصية أو مقابلة للحصول على وظيفة. Is with my best friend شريفة يعني صاحبتي شريفة and her family والأسرة بتاعتها. Here is a photo. قدامنا هي صورة of us. شريفة is on the right. تعبير على بعضه on the right معناها على اليمين يعني على يمين الصورة. فبنسألها بقى how many people are in your family. طبعا خدنا ان كلمة how many بتسأل عن العدد واجيب بعدها اسم جامع. هنا كلمة people حد يقول طب ازاي اسم جامع وانت جايب people هيت مفيهاش اس. طبعا زي ما قلنا دلوقتي لأ ان كلمة people ديت تعتبر جامع شاز من غير اس. فبتقولها there are five people. في خمسة. me انا mom dad and two brothers واخين. when do you get up يا ترى بتصحي الساعة كام. فبتقولها I usually get up at 6:30 ستة ونص and help mom بساعد ماما make breakfast في اعداد الفطار. my brothers help اخواتي كمان بيساعدوا تو. خدنا طبعا كلمة تو بمعنى ايضا وهنشوفها في التعبيرات. my dad starts work very early يعني ابوها بيبدأ شغله بدري. so he leaves عشان كده بيمشي home من المنزل او بيغادر المنزل before we get up قبل ما احنا نصحى. that's why تعبير على بعضه مهم اسمه that's why ها نكتب فوقها بتساوي شطار so لذلك. He doesn't have breakfast with us. ما بياكلش معانا الفطار. He eats when he gets to work. بياكل لما بيوصل الشغل. I walk to school. يعني بتروح مشي. With my brothers. مع اخواتها. Do you like to study? يا ترى بتحب الدراسة؟ Yes, I do. My favorite subject is English. المادة المفضلة بتاعتي هي الانجليزي. What do you do in the evening? يا ترى بتعمل ايه في المساء؟ فبتقول I often listen to music. يبقى listen to يستمع إلى. My dad and I هي وابوها sometimes play chess. كلمة chess اللي هي شطرنج ودايما معاها كلمة play يعني يلعب شطرنج. My brothers always watch TV يعني دايما بيتفرجوا على التلفزيون. And my mom usually reads وأمهم بتقرا. نروح بقى لنقطة مهمة اللي هي أهم التعريفات الكلمات الرئيسية في الوحدة ودي دايما موضع الامتحانات. عندي كلمة روتين طبعا قلنا الروتين اليوم الحاجة اللي احنا بنعملها بنفس الشكل كل يوم معناها your usual usual اللي هو المعتاد way طريقة of doing something طريقتك في فعل شيء. interview مقابلة شخصية معناها a formal formal معناها رسمي. meeting اجتماع أو لقاء to get a job or ask someone يعني نسأل شخص some questions بعض الأسئلة. block of flats اللي هي عمارة سكنية معنى a tall building مبنى طويل أو عالي. with more than أكتر من one floor يعني في أكتر من floor اللي هو دور أو طابق. كلمة مهمة كلمة partner اللي هو الشريك معناها one of two people واحد من اتنين بيعملوا نفس الحاجة or one of the owners. نكتب جنب كلمة owners ديت معناها أحد ملاك يعني ملك شيء خلاص أو واحد هو وشخص تاني بيعملوا شيء معين زي مثلا في لعبة الشطرنج واحد قصاد واحد. طب نروح لجزء بعد كده اللي هو الاكسبريشنز التعبيرات المهمة في الدرس بتاع القراءة اللي احنا قلناه. عندي ديلي روتين اللي هو روتين يومي. get up at معناها يستيقظ الساعة اجيب بعدها الساعة يعني. in the morning في الصباح مع كلمة the morning بنجيب حرف الجر in. makes breakfast معناها يحضر الافطار. go by bus يذهب بالأتوبيس. listen to music معناها يستمع للموسيقى طبعا دي كلها موضع اختيارات. an interview اللي هي مقابلة with يعني مع. on the right معناها على اليمين عكسها on the left. walk to school معناها يمشي للمدرسة. play chess معناها يلعب شطرنج. work at the hospital معناها يعمل في مستشفى. get home معناها يصل أو يعود للمنزل. help to make معناها يساعد في عمل.
do homework معناها يعمل الواجب. on the sofa معناها على الكنبة. text my friends هنا طبعا معناها يرسل رسائل للأصدقاء. that's why زي ما قلنا من شوية بتساوي كلمة so لذلك أو لهذا السبب. have breakfast معناها يتناول الإفطار. with يعني مع. gets to work معناها يصل للعمل. favorite subject اللي هي المادة المفضلة. نروح بعد كده لحاجة اسمها confusing words كلمات محيرة يعني قريبة من بعض سواء في السبيلينج أو في النطق، وديت ممكن تقابلنا في سؤال الاختيارات. عندي كلمة same اللي هي نفس الشيء، مع كلمة some اللي هي بعض. كلمة listen معناها يستمع، وديت برضو مش listen، listen معناها درس. interview معناها مقابلة، إنما كلمة view معناها منظر طبيعي. write معناها اليمين أو على اليمين، إنما دي برضو اسمها write بس دي معناها يكتب. كلمة chess اللي هي الشطرنج، إنما دي اسمها cheese اللي هي الجبنة. mini معناها كثير للعدد، ونكتب كده جنبها زائد اسم جمع. كلمة much معناها برضو كثير بس للكمية، بجيب بعدها اسم لا يعد. طب نروح للwords and opposites اللي هي الكلمة وعكسها. عندي same نفس الشيء يبقى عكسها different. كلمة best معناها الأفضل، طبعا بنحط قبلها ذا، عكس كلمة worst اللي هي الأسوأ. right اللي هي اليمين أو صحيح، عكسها left أو كلمة wrong. friend اللي هي الصديق، عكسها كلمة enemy اللي هو عدو. start معناها يبدأ اللي بتساوي begin، عكسها كلمة finish أو end. like اللي يحب، عكسها كلمة dislike يكره أو كلمة hate. نروح للجدول بأهم الأفعال الشاذة في التصريف. طبعا الافعال العاديه في الماضي بتنتهي ب دي او اي دي او اي اي دي. في افعال شاذه كم كيم اللي هي الماضي منها، تصريف ثالث كم. سبند سبنت سبنت معناها يقضي او ينفق. سي سو سين معناها يرى. سليب سليبت سليبت بمعنى ينام. نروح لحاجة بقى اسمها الملاحظات اللغوية، ودي برضو مهمة في سؤال الاختيارات. فرق ما بين كلمات، عندي الكلمة الأولى كلمة روتين، قلنا اللي هو روتين يومي، ممكن نحطها لي في كلمة اسمها ريد تيب اللي هو روتين الحكومي اللي هي الحاجات بقى بتاع الحكومة، لو عايز اطلع ورق او كلام ده بقول لي اعمل اجراءات معينة، دي اسمها ريد تيب. انما الحاجات اللي انا بعملها في اليوم او كل يوم بنفس الشكل يبقى دي اسمها روتين. بول ماي ديلي روتين اللي هو روتين اليومي از ذا سيم افري داي، نفس الشيء كل يوم. I can't finish my documents اللي هي المستندات أو الأوراق، ما قدرتش أخلصها because of red tape، يبقى هنا بسبب الروتين الحكومي. الفعل help من ضمن الأفعال بجيب بعدها مفعول، ناخد بالنا بقى، وبعد المفعول بجيب يا إما مصدر الفعل من غير إضافات يا إما to زائد المصدر، يعني بعدها هجيب يا إما مصدر يا إما to زائد مصدر. لو قلت he helps me to make، جبنا هنا to زائد مصدر food. He helps me make food، يبقى جبت هنا مصدر بس، في الأولى جبنا to زائد مصدر، في الثانية جبنا مصدر فقط. ناخد بالنا بقى من وسائل المواصلات، احنا عارفين دايما ان وسائل المواصلات دايما بجيب قبلها حرف الجر باي، بنقول باي باص باي كار باي ترين باي واي وسيلة مواصلات، ما عدا طبعا كلمة فوت تاخد اون. طب ناخد بالنا بقى من حاجة مهمة، لو جاب لي وسيلة المواصلات زي كار وتاكسي او باص او ترين او بلين او شيب بس وانا بنجيب باي. طب لو حط قبلهم حاجة اسمها فاصل، فاصل يعني اي كلمة قبل وسيلة المواصلات، في الحالة دي بنختار حاجتين، ان مع المواصلات الصغيرة زي كلمة كار وكلمة تاكس، يبقى هنا ناخد بالنا لو جه ايه شطار فاصل يعني اي كلمة قبل وسيلة مواصلات. طب المواصلات الكبيرة طالما جاي قبلها فاصل يبقى هجيب معها حرف الجر اون. نشوف كده الامثلة هي اللي توضح. بول وي جو تو سكول اون فوت، خلاص حفظنا كلمة فوت يبقى معاها اون. وي جو تو سكول باي كار، هنا كار اهيت مش جاي قبلها فاصل يعني مش جاي قبلها كلمة، يبقى هنا نحط باي. طب ناخد بالنا بقى، وي جو تو سكول ان اور كار، نلاحظ ان كار اهيت جاي قبلها كلمة اور، فهنا بنحط كلمة ان عشان ديت مواصلات صغيرة وفي فاصل طبعا. وي جو تو سكول اون ذا باص، هنا كلمة باص جاء قبلها كلمة زي يعني فاصل ايد، فجبنا كلمة on. نروح لكلمتين مهمين جدا، كلمة to معناها ايضا، وكلمة either او either برضو معناها ايضا، بس الفرق ان to في اخر الاثبات والسؤال، انما كلمة either بتيجي في اخر الجملة المنفية. بمعنى my brothers help us to، جبنا هنا to ليه؟ عشان الجملة مثبتة شطار. he doesn't watch tv either او either، يبقى هنا جملة منفية فجبنا كلمة either.
رقم خمسة that's why تعبير معناه لذلك بيساوي كلمة أو لهذا السبب so. عكسهم كلمة because معناها لأن، وبجيب بعدها جملة كاملة، بتساوي كلمة because of، يعني because بتساوي because of، بس of هنا بجيب بعدها اسم أو فعل زائد ing، يبقى because of هجيب بعدها يا إما اسم يا إما فعل زائد ing. شوف مثال he leaves early، هو مشي بدري، that's why لذلك أو so he doesn't have breakfast with us، عشان كده ما افطرش معانا. he won because he played well، هو كسب لأنه لعب كويس. he won because of، بعد of اتفقنا هجيب شطار اسم أو ing، هنا نحط playing ونحط كلمة will. طب نروح بقى كده لسؤال اختيارات على الملاحظات اللغوية اللي احنا قلناها ديت، هنجيب خمس جمل على المعلومات اللي فاتت، نشوف كده ونشوف الإجابة هتكون إزاي. بول I don't like football، ما بحبش الكورة، جاب لي تو وتو وأيزر ونايزر. أولا الجملة هنا مثبتة ولا منفية؟ شطار، جملة إيه؟ منفية. سامع حد بيقول إجابة في آخر الجملة المنفية هنحط كلمة صح، يبقى كلمة أيزر أو إيزر. he got the best marks، حصل على أعلى الدرجات، space studying hard. مين شاطر يقول لي إيه مفتاح الجملة دي؟ مفتاح الجملة ing studying، يبقى هنا محتاج حاجة بجيب بعدها ing، يبقى هنحط كلمة because of. we go to school space the bus، حد اتسرع يقول لي بس وسيلة مواصلات اجيب باي، نو no، غلط. لاحظ هنا في فاصل اللي هو كلمة ايه؟ ذا. شطار، طالما في ذا يبقى هروح ان يا اون. طب كلمة بس من المواصلات الايه؟ الكبيرة، يبقى هنحط كلمة اون على طول. my daily space is the same every day، يا ترى روتين ولا تيب ولا تاب ولا ريد تيب؟ طبعا روتين اللي هو الروتين اليومي، كلمة تيب اللي هو الشريط، وتاب اللي هي حنفية، وريد تيب اللي هو روتين حكومي، يبقى هنختار الإجابة الأولى شطار، يبقى كلمة daily routine. he helps me، ساعدني space my homework. طب ناخد بالنا من حاجة، خدنا قاعدة من شوية بتقول ايه؟ help ومفعول زائد ايه؟ مصدر. حد تاني يقول لي لا ده كمان ممكن اجيب to زائد مصدر، طب هل ينفع doing؟ لا do صح، يبقى الإجابة، بس انت خلي بالك اقرا الاختيارات كلها، جاب لك كمان to do، يبقى جاب لي do مصدر وجاب لي to do يا to المصدر. يبقى هنا نركز بقى، يبقى الإجابة الأخيرة هي اللي تنفع، يبقى B و C. يعني ايه B و C؟ يعني الإجابة رقم B صح والإجابة رقم C صح. نروح للتمارين الموجودة على الدرس الأول والتاني الخاصة بجزء الكلمات، هنبدأ بالسؤال الأول اللي هو سؤال الليسنينج. طبعا زي ما احنا عارفين من السنة اللي فاتت بيجيب لي أسئلة على سؤال الليسنينج، بنسمع قطعة ومن خلالها بنختار الإجابات. هنسمع كده القطعة مع بعض وبعد كده هنختار الإجابات بتاعتنا. بول my daily routine، نسمع بقى كويس عشان نحط الإجابات. my daily routine is the same every day. my mom always makes my breakfast. I sometimes listen to music. my parents get home late in the evening. نسمع كمان مرة. my daily routine is the same every day. my mom always makes my breakfast. I sometimes listen to music. my parents get home late in the evening. نروح بقى للسؤال الأول، بقول my daily space is the same every day. شطار من الإجابة صح، يبقى هنا كلمة روتين. هل اخترنا هنا كلمة روتين بمزاجنا؟ لا، ده هي الكلمة اللي جت في التكست اللي احنا سمعناها من شوية. السؤال التاني، my mom always makes my، من شاطر هيجاوب صح، يبقى breakfast الإجابة الأولى. I sometimes listen to اللي خدناها في النص، شطار، يبقى listen to music. my parents get home، بيرجعوا للمنزل، in the evening، هل موجودة؟ لا، ده في كلمة قبلها قلناها، من شاطر فاكرها؟ true صح، يبقى كلمة late اللي هي متأخر. نروح بعد كده لسؤال الاختيارات، وزي ما هنمشي ان شاء الله في الشرح طول الترم بنجيب اسئله على الكي فوكاب للكلمات الرئيسيه في الوحده، واسئله الورك بوك والاسئله المهمه كمان. السؤال الاول بيقول our space of flats
overlooks. overlook معناها تطل على the Nile. يا ترى flog ولا block ولا clock ولا leg؟ مين شاطر حافظ التعبير؟ يبقى اسمها block of flat اللي هي عمارة سكنية. كلمة فلوج اللي هي فلوجات أو زي فيديوهات بتنزل على الإنترنت والكلام دوت. كلمة كلوك اللي هي ساعة ومنبه، وكلمة ليج اللي هي الرجل. A meeting to get a new job، اجتماع عشان يحصل على وظيفة، is an يا ترى view ولا interview ولا review ولا rescue؟ مين شاطر؟ صح، يبقى an interview اللي هي مقابلة. خدنا view معناها شطار، معناها منظر طبيعي او وجهة نظر. ريفيو معناها مقال نقدي، يعني بنقول رأينا في شيء. ريسكيو فعل معناها ينقذ. I have a usual way. usual يعني طريقة معتادة. to do things ان انا اعمل بها الاشياء. this is called، ده بيسمى a روتين ولا بروتين ولا كونتين ولا كانتين. تمام، يبقى كلمة روتين اللي هو روتين اليوم. كلمة بروتين اللي هي البروتينات. كونتين يحتوي على، وكانتين طبعا اللي هو الكانتين المكان اللي بنشتري منه الأطعمة. We have a space routine. We do the same thing every day. بنعمل نفس الشيء كل يوم. يا ترى different ولا daily ولا daily ولا rarely؟ شطار، يبقى اسمها daily routine اللي هو روتين اليوم. كلمة different اللي هي مختلف، وكلمة dairy اللي هي منتجات البان، rarely اللي هو نادرا. بقول come and sit on this، تعالى اما نقعد على space، four people can sit on it، اربعة يقدروا يقعدوا عليها. يا ترى arm chair ولا صوفا ولا lift ولا chair؟ شطار، يبقى كلمة صوفا اللي هي الكنبة. كلمة arm chair اللي هو كرسي بمسند، lift اللي هي اسانسير، وتشير طبعا اللي هو الكرسي العادي. I saw Ahmed's father، شفت ابو احمد. on his space home this morning، طبعا خدناها تعبير على بعضه. يا ترى away ولا way ولا away ولا ways؟ طبعا on his، شطار، way معناها في طريقه الى. كلمة away ديت معناها بعيد، away معناها طريق، ways اللي هي طرق. طبعا ده expression على بعضه تعبير. on his way. can you space my brother for me because my phone isn't working؟ طبعا نحط علامة استفهام. kill ولا damage ولا test ولا text؟ طبعا يبقى الإجابة هنا كلمة text معناها يرسل رسالة نصية. kill يقتل، damage يدمر، وtest معناها اختبار أو يختبر. let's space some activities in the club. do made steal plays. طبعا let's حافظين بجيب بعدها مصدر بدون أي إضافات. هنا طبعا مع كلمة activities بنجيب الفعل do، يبقى do activities زي do hobbies. I need a partner. خدنا partner معناها شريك. to play عشان ألعب. cheese ولا choose ولا chess ولا tricks؟ طبعا يبقى هنا محتاج شخص عشان يلعب معاه. chess اللي هي شطرنج، tricks معناها خدع أو حيل، choose يختار، و cheese اللي هي الجبنة. I space to school. I don't use any transport. transport اللي هي وسيلة نقل. any يعني ما بستخدمش أي وسيلة نقل أو مواصلات. يبقى رايد ولا درايف ولا فلاي ولا ووك؟ طبعا يبقى كلمة ووك. رايد معناها يركب، درايف يقود زي سيارة، وطبعا فلاي يطير بطيارة أو روكت اللي هو الصاروخ. وي دو ميني سبيس إن ذا كلاب. ناخد بالنا بقى، مفتاح الجملة ديت دو معناها يقوم ب. طب ممكن دو أجيبها مع كوكينج. دو أكتيفيتيز يقوم بأنشطة. هوم ورك واجب. هاوس ورك اللي هو أعمال المنزل. بس ناخد بالنا هنا قال لي ان ذا كلاب، ان ذا كلاب يعني فين؟ في النادي. يبقى هنا مقصود بيه هنعمل انشطه، يبقى كلمه اكتيفيتيز. نروح للاسئله الخاصه بتمارين الكتاب وتمارين الورك بوك. اي جو تو ذا بيكرز. مين شاطر فاكر بيكرز؟ شطار، اللي هو محل الخباز يعني الفرن او المخبز. ويز ماي ماذر سبيس وي باي بريد ان ذا مورنينج، بنشتري في الصباح. مديني daily ولا dairy ولا diary ولا at night؟ طبعا هنا يبقى نحط كلمة daily اللي هي يومي. كلمة dairy زي ما قلنا اللي هي منتجات ألبان، diary اللي هي مفكرة، و at night طبعا بالليل، ما تنفعش مع سياق الجملة. space is the opposite. كلمة opposite معناها عكس، of different. أخذنا في التعبيرات في الشرح اللي فات different يبقى عكسها، شطار، the same اللي هي نفس.
سم معناها مسألة حسابية أو مبلغ، سم بعض، وسوت معناها بدلة. dinner is my favorite space. dinner يطلع meal ولا will ولا subject ولا language، يبقى كلمة meal اللي هي وجبة، will اللي هي عجلة، subject اللي هي مادة، ولانجوج اللي هي لغة. people always share معناها يشارك their photos للصور with friends مع أصدقائهم on their على، يا ترى كلمة flags ولا كلمة plaque ولا كلمة log ولا كلمة blog. طبعا يبقى هنا كلمة blog اللي هي المدونة على الانترنت. flag لأعلام، black لأسود، ولوج لكتلة. Egypt is the greatest space in Africa. يبقى Egypt هتطلع يا ترى city مدينة ولا village قرية ولا country بلد أو دولة ولا continent قارة؟ لا، يبقى كلمة country اللي هي دولة أو بلد. نروح للتمارين الخاصة بالwords اللي هي الكلمات والexpressions اللي هي التعبيرات اللي احنا شرحناها قبل كده. Both the children are sitting space the sofa. مع كلمة the sofa وsit يبقى قلنا sit شطار، يبقى sit on يجلس على. space is the opposite of different. سؤال قلنا دلوقتي عكس كلمة different يبقى the same. I often help space dinner. خدنا كلمة help بجيب بعدها شطار، يبقى مصدر أو طول مصدر، ما جابليش هنا غير مصدر بس، يبقى كلمة make. he studied hard. that's خدنا تعبير على بعضه، اسمها ايه؟ that's which ولا who's ولا why ولا who؟ لا، يبقى that's why على طول، يعني لهذا السبب، يبقى that's why.